ما عاد عجبك بعد كل هالعمر؟ طيب لا اكيد بيعجبني اكيد بيعجبني. صباح الخير. صباح النور. صباح شو لك ابني؟ صرنا الظهر. ويا نور، عم قول ليش ضايجه؟ قصدي النوره. ايهام خلصنا بقى، الواحد بيروح بيغسل وشه بعدين بيجي بيحكي. ايه مزبوط، بس مو بالاول ليكون في مي لحتى الواحد يغسل وشه. ايه والله المي مقطوعه، بس انا خبيت شويه مي مشان الطبخ. ايه لكن امي معيتك تشحدينا شوي من هالميات اللي خبيتيهم، اعملي لنا فنجان قهوه. تكرم عينكم. يلا والله يا ابني وضعك مو عاجبني، هاي حياة اللي عايشها هاي، بشرفك هاي عيشة، بتنام لبعض الظهر، تشتغل بالليل، بمكان كله صياعة وقلة أدب، معلق بالجامعة ما كنت تعرف تتخرج منها، هاي حياة هاي. شوف يا أبويا، هلأ بالنسبة للوضع تبعي، فوالله صرنا اثنين مو عاجبنا، ومشان إذا كنت مفكر حالي عايش فيبدو أنه صورة كتير واضحة لحضرتك أنه هي مو عيش اللي أنا عايشها. وأما بالنسبة لموضوع الشغل فهو كتير منيح أنه صحح لي وبالليل، مشان إذا فكرت روح الجامعة اللي بدي أتخرج منها فأنا رح كون بنفس شغلي، بس زائد أنه معي شهادة. لك شبك يا ابني، انبحت ما عاد لميت. بالله سكوت. إيش شو لك؟ أنا مفكر هي عيشة اللي أنا عايشة، بس إذا أنا ساكت لأنه أنا بعرف كتير منيح إنه لا في نتيجة ولا في أمل، مكانك راوح. لا إله إلا الله. بس بدي أعرف شو اللي مقعدك بالبيت. سمعتك. بالله قاعد على قلبك. لا لا طمن، غسان راح يصلح السيارة، أخذها على الصيانة. والله من ايد ما نعدمها يا حق. سلم ايديك يا امي. سلموا لليوم. ضالي مين قالك ما في نتيجه؟ راح تضل مكانك راوح. لا ان شاء الله في نتيجه. راح اشتري تاكسي غسان وراح اشتغل عليها من الصباح للظهر، وانت تستلمها من بعد الظهر للمساء إذا بدك يا ابني. الله، أنت بتصدق إنه أنا هي النتيجة اللي كنت عم استناها؟ اشتغل شوفير على تاكسي، لا مو هيك، وصاحبها بده يبيعها لأنه مهرهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس شو في يالك ابني؟ اللي بده يدفع إجرة التوصيلة رح يدفع إن كانت جديدة ولا قديمة. لك آخ يا أمي آخ، المشكلة إنك قاعدة بين أربع حيطان وما عم تعرفي شو عم يصير برا. لك أمي العالم عايشة في فيلل بقصور، لك أمي عايشة بقصور، العالم برا عندها سيارات وعندها مرافقة وعندها شوفيرية، هيك العالم عايشة لك أمي. نعم حضرتك منين بتعرف هدول الناس؟ ما بعلمي كل رفقاتك عصام وزاهر، وهدول ما عندهم لا فيلل ولا سيارات ولا طيارات. وحضرتك من وين بدك تجيب حق البيئة؟ والله ما بعرف، عم فكر بيع نص البيت اللي فوقاني. شو تفضلت؟ ما البيت مثل الخشة، لسه بدك تبيع نصه؟ ليكون فكر عندك قصر يلدا إذا مالي خبر. خلاص بيتي أنا حرفي. لا يا سيدي مالك حرفي، أبدا مالك حرفي. ما بكفي رفقات ما بنستقبل لأنه ما في مكان نستقبلهم فيه، ولا بس بدك تصرفنا مثل الدوام عشان حضرتك تشتري سيارة مهرارة وتشتغل عليها، مع إنه كان صحح لك أبو أيهم إنه يكون عندك مكتب تاكسي. بس شو بدنا نعمل؟ حظنا شرطي شريف ومتقاعد كمان. خلصنا أيهم، أبوك مو مستحمل. هذا اللي طلع معك الله يسامحك. يا خود قهوتك وطلع لفوق. يلا. لا يا ستي دايما خليه يشربها هو. يسامحك. لك هذا ولا طايش.
نور الحلو سارة نقصتيني شبكي ما في غير عم تشوفي صور الممثلين هاد اللي اخذ لك عقلك ان شاء الله بيقبر قلبي شو بحبه اي قومي يلا سكري اللابتوب وقعدي ادرسي لك شي كلمه ما بدي مش عبالي لكن قومي نامي لا ما بدي كثير بكير سارة سكري اللابتوب يا قومي درسي يا قومي نامي لانه انا اللي عم تجنيني الصبح كل ما بدي اجي فايقك طيب قومي طفي الضوء